كان مكان بعالم جميل مو بعيد، ملكة كل يوم تروح مملكتها بلبسها الخاص عشان تسوي الأكل لأسرتها. عندها سر، أصحاب عندهم قوة خارقة يخلون كل شيء ممكن بلمسة واحدة. واحد تعتمد عليه الملكة في المهمات الصعبة، والثاني يساعدها بتحضير الحلا. ولو تشوفوا اللي يسوي عصير كثير، وعندها صندوق سحري يحمر الدجاج المقرمش اللي يحبه جدي بدون ولا نقطة زيت. والحين جاهزين تشوفوا الملكة وطباقها السحرية؟ أبراكادابرا. Panasonic.